صراحة ما تخيلت أبدا بيوم من الأيام إني ممكن يعني لو تعلم لغتي التركية راح يساعد العدد الكبير من الناس هذا، خصوصا أن بعد هذه أول مرة أزور فيها تركيا، فيعني الحمد لله اللي قدرت أساعد لو شيء بسيط إن لغتي اللي متوفر عندي والعلم اللي قدرت أنا أتعلم نفسي. صحيح الحمد لله يعني التواصل كان ممتاز جدا، قدرنا يعني نحل أمور كثيرة، نفهم إيش احتياجاتهم، إيش المشاكل اللي عندهم، كيف ممكن نقدر نساعدهم، كذلك يعني تنقلات الفريق كلها الحمد لله كانت عن طريق ترجمتي وفهمي للغة التركية. الصدق سابقا يعني أنا قريب رحت مثلا العمرة، تفاهمت مع أتراك يعني واحدة كانت ضايعة، نفس الشيء مرة واحدة بالمطار، بس كممارسة لا، هذه أول مرة أمارسها فعليا، خصوصا أنا ما عندي، ما أعرف ناس أتراك حولي، ما حد يعرف اللغة التركية يعني أو يتقنها أصح، فكانت هذه أول ممارسة فعلية للغة. طبعا زي ما ذكرت لك مسبقا جاي مع الهلال الأحمر، فدورنا يعني مساعدات صحية، زي ما أنت عارف الناس الحين ما طالعين من بيوتهم، فما عندهم، في ناس كثير ما يكون عندهم أدويتهم أو جلسوا بناموا بأماكن باردة، فيكون حنا عندنا حل مبدئي لمشاكلهم اللي موجودة الآن، نقدر باللي نقدر عليه نساعدهم.